واللوزين يعني الوحده كانت اكثر من 15 سنه مغلوقه حنا حنا درنا مفاوضات مع شركاء من من الخارج لازم يجوا يدرسوه وعندنا دراسة سوق باش نبداو، يعني ممكن هذه 2020 تكون دراسة سوق وكيف وشن هما المواد الأولية اللي ممكن يعني أو الأولوية منهم ممكن اخر سنه ان شاء الله ولا ما كانش اموا نكون كلش جاهز بس 2023 نطلقوا في في الانتاج لازم فيه دراسه سوق وفي دراسه اي اي هما المواد اللي لازم نبدأ بهم تراك مفتوحه اي واحد يجي بصح هذا مجال جديد لازم يكون فيه آآ آآ التكوين لازم يكون فيه خبره ولازم يكون فيه حتى الشريك اللي تكون معه يكون عنده خبره في هذا الانتاج هذا الانتاج وتكون فيه تحويل تكنولوجيا هذا